الإمارات في إكسبو 2020، المؤتمر العالمي للاقتصاد الإبداعي الأول من نوعه في المنطقة. هذا المؤتمر كانت نسخته الأولى في 2018 في إندونيسيا في بالي، وبشراكة مع وزارة الصناعات الإبداعية بإندونيسيا وزارة الثقافة والشباب، قمنا أيضا بتنظيم هذا المؤتمر العالمي الذي سيتحدث عن أهمية الاقتصاد الإبداعي في المنطقة. أطلقنا استراتيجية للاقتصاد للصناعات الثقافية والإبداعية في دولة الإمارات من قبل سمو رئيس الوزراء، التي أيضا لها أهداف واضحة، أهداف تدعم الناتج المحلي خلال العشر سنوات المقبلة، شراكات مع أكثر من 40 جهة من الاتحادي والمحلي والشراكات الخاصة. اليوم هنا طبعا عندنا مفكرين من حول العالم من دول كثيرة، تقريبا غطينا كل قارات العالم هنا في إكسبو 2020، مع مبدعين، مع مشرعين، مع أعضاء من المنظمات أو الحكومات العالمية التي تتحدث عن الحلول، وخلنا نقول تطلعات حماية أيضا المبدعين ودعم الاقتصاد الثقافي والإبداعي.